تجمع في القدس الشريف أهل المدينة من المسيحيين وبمشاركة واسعة من المسلمين، وأحيوا احتفالية إضاءة شجرة ميلاد السيد المسيح عليه السلام، واكتسى الاحتفال بطابع خاص في ظل ما تشهده العاصمة المحتلة من انتهاكات واعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستهداف لحضارتها وتاريخها وللتعايش الأخوي الإسلامي المسيحي. وهذه رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي بوحدة مسلمي المدينة مع مسيحييها، وإنها خط أحمر يصعب تجاوزه. كما وهنأ المسيحيون المسلمون بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لسيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، واحتفلوا جميعا في عاصمتهم الأبدية لدولة فلسطين ومهد الرسالات السماوية. هذا يوم عيد، تهيئة لعيد الميلاد حيث تضاء شجرة عيد الميلاد، ويلتقي اليوم أهل مدينة القدس من أجل أن يرسلوا رسالة لهذا الاحتلال يقولون فيه، لأنه بالرغم من الضنك والظلم والجور الحاصل على مدينة القدس بالحصار وبالقتل وبالإمعان بالقتل، إلا أن أهل القدس يحتفلون بأعيادهم ويؤكدون دائما أن ثقافتهم باقية إن شاء الله بقاء الدهر، وأن هذا العيد هو عيد قومي يحتفل به المسلمون والمسيحيون من أجل القدس ومن أجل أن تبقى القدس دائما عظيمة شامخة في سماء فلسطين. في هذه العجالة نعيد على الجميع ونقول كل عام وأنتم بخير، وأيضا نحيي الشهداء ونحيي الأسرى ونقول لهم لن ننساكم، نحن وإن كنا نحتفل في هذا اليوم أنتم في قلوبنا وفي عقولنا، وإن شاء الله إلى النصر قريب. في المدينة المقدسة، في هذه المدينة مدينة الله، معصرة التاريخ، هذه المدينة بتحتفل اليوم بشجر البيضاء شجرة الميلاد. بعتقد الفرحة بينا، العدد موجود، ضجت مدينة القدس، الجميع خرج كي يحتفل. بعتقد شعبنا محتاج إلى فرحة، محتاج إنه يحتفل، وخصوصا في هذه المدينة المقدسة الكل موجود، الكل عايز يفرح، الكل عايز ينبسط. مدينة القدس يجب أن تكون هي المثل والقدوة للتعايش بين الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية. مدينة القدس من هون زي ما كان بيقول القديس البابا يوحنا بولس الثاني، إذا ما صارش سلام في القدس مش ممكن يصير سلام في كل أنحاء العالم. إذا بدنا سلام في كل أنحاء العالم يجب أن يبدأ من هذه المدينة المقدسة، من مدينة القدس. هذه السنة كمان في المولد النبوي بيوافق مع عيد الميلاد، كلها أعياد للشعب بده يعيش بحرية، بده يعيش بكرامة، بده يعيش بأمان، وهذا اللي احنا بدنا اياه، الكل بده اياه. فكل عام وانتم بخير، نتمنى انه يكون العام القادم عام احسن، عام 2016 عام احسن علينا وعلى اولادنا، هؤلاء الاولاد، هؤلاء الاطفال
اللي قوم اليوم كي يحتفلوا وترجع لهم البسمة اللي هي فقدوها في عدد كبير من الأيام الماضية، بعتقد إن هي ممكن ترجع خلال هذه الأيام، وبتمنى إن السنة الجاية بتكون أحسن من الأيام اللي إحنا عشناها. كل عام وأنتم بخير. الحمد لله، اليوم عيد المولد النبوي الشريف، عيد الرسول الكريم، عيد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المكان، من موطن الإسراء والمعراج. طبعا نحيي كل الأمة الإسلامية على مواقفها اتجاه المسجد الأقصى المبارك. الحمد لله أننا وجدنا في هذا اليوم الآلاف من مسلمي القدس وأهالي القدس وغيرهم يتوافدون إلى المسجد الأقصى لحضور الاحتفالات بهذه المناسبة السعيدة. نوجه للعالم الإسلامي والعالم العربي أن التفتوا إلى القدس، أن لا تضيعوا أهل القدس. يجب أن تعرفوا جيدا بأن هناك احتلالا غاشما في هذه المدينة المقدسة، يحاول ويعمل جاهدا على تهويد المسجد الأقصى، على تهويد البلدة القديمة، على تهويد القدس، على تهجير سكانها. لذلك على الجميع فرض عين أن يصل إلى القدس وأن يزورها وأن يدعم أهلها ويدعم صمود كل المواطنين فيها حتى نحافظ على مسار رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بحب أهني للشعب المسيحي، أقول لهم كل عام أنتم بخير، وإن شاء الله السنة منيحة، السنة كويسة، ويصير كلهم دائما يصير فرح ومحبة. وزي ما شايفين هون بباب جديد، يعني هذه العيد الفرح اليوم فرح حلو، فرح المحبة، وكل سنة أنتم سالمين. كمان أتيت هنا إلى القدس الشريف للزيارة مسجد الأقصى وللصلاة في مسجد الأقصى، وأهنئ المسلمين وخاصة أهل فلسطين بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الذكرى فتحة خير لنا وللمسلمين أجمعين. هذه الذكرى أعظم ذكرى في تاريخ البشر أجمعين، لأن الله تبارك وتعالى قد بعث فيها رسوله ونبيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهو رسول لا للعرب فقط، بل للبشرية أجمع. هو رسول للعرب وللعجم وللأبيض والأسود. لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. وهنا في مسجد الأقصى شعور بالفرح والسرور والحبور بولادة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. هذه مناسبة هي للمرة الثالثة يجري الاحتفال بهذا بإضاءة الشجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وهي ويجري الاحتفال فيها رغم من الأوضاع الصعبة التي نعيشها، وهي محاولة لاقتناس شيء من الفرح في هذا الظرف العصيب الذي تعيشه أمتنا وخاصة في مدينة القدس. نحن نهنئ المحتفلين بهذا العيد ونقول أننا لابد أن نحتفل به في السنوات القادمة، وقد تحرر وطننا وأقامت دولتنا في هذه البلاد. في احتفالات حلوة الحمد لله رب العالمين، بسطنا كتير، صلينا جماعة الحمد لله، حلو كتير. كان في احتفال، كان في أناشيد، كان في يعني كمان مشاركة من الستات يعني جوا في المسجد في قبة الصخرة. لا الحمد لله رب العالمين، لازم يكون عمران، لازم اللي بكونوا هون لازم كل مرة يجوا يصلون، يعني ما يتركوه بالمرة للمستوطنين ولا لحد. يعني هذا المسجد إلنا، يعني المسجد إلنا المفروض يعني نصلي فيه، ندافع عنه يعني بكل ما أوتينا من قوة. يعني أولا كل عام والشعب الإسلامي والأمة الإسلامية في كل مكان من داخل المسجد الأقصى المبارك نقول لهم كل عام وأنتم بخير. ثانيا نحن نتشرف أهل القدس بأننا برأس الرمح دفاعا عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين،
ولن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بالمطلق أن ينفذ برنامجه في المسجد الأقصى المبارك. هذا قرار كل إنسان فلسطيني مقدسي شريف يعيش على هذه الأرض. إحنا كرمنا رب العالمين أن نعيش هنا، وبالتالي شرف أن ندافع عن هذا المكان. ثالثا، لأمتنا العربية والإسلامية، هذه القدس أولى القبلتين. الآن المسجد الأقصى يريد الاحتلال أن يقسمه زمانيا ومكانيا، إذا لم يتحركوا الآن متى يتحركون؟ بالتالي يعني نقول لهم الآن جاء وقت أن نوفر احتياجات على الأقل هذا المقدسي الذي يدافع عن المسجد الأقصى المبارك، والذي سياسة الاحتلال تستهدف ترحيله عن المدينة. أيضا دعم مؤسسات المدينة اللي هي بتقدم خدمات للمجتمع المقدسي. بالتالي رسالتنا أنه هاي القدس يا إخوان لنقف معها، ولا نترك لوحدنا في معركة بحجم قضية القدس، حتى نكون فعلا بقدر المسؤولية، وحتى يعني فعلا نتذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ورسالته السماوية الذي بعث لكل العالم برسالة الإسلام. برسالة الإسلام تقول لنا أيضا أن المسجد الأقصى جزء من عقيدتنا وعلينا أن ندافع عنه. هناك في الأعياد والمناسبات وخاصة سبت النور هناك أطواق أمنية منع لدخول المصلين، وفي الأيام العادية منع لأبناء الشعب الفلسطيني من باقي أنحاء الضفة الغربية أو من قطاع غزة أو من الخارج بالوصول بحرية إلى كنيسة القيامة. واليوم نرى بأن الحجاج العرب المسيحيين أعدادهم قليلة جدا 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 بسبب الاحتلال وما نتج عن الاحتلال. هناك الاحتلال يحاول من خلال فرض سيطرته العسكرية على كنيسة، على محيط كنيسة القيامة، ومنع الدخول منها إلى هدفين. الهدف الأول هو التضييق علينا كفلسطينيين، التضييق على العرب للوصول إليها، ولكن هناك هدف ثالث وهو أن يظهروا للعالم، للسواح الذين يأتون من جميع أنحاء العالم، بأن دولة الاحتلال هي المسيطرة وهي التي تتحكم بمن يدخل ولا يدخل. وكثير من الأحيان نرى بأن الأجانب، السواح الأجانب الذين يأتون برفقة شركات سياحة إسرائيلية، لهم حق الأولوية للدخول عنا نحن المقدسيين الفلسطينيين، سواء كنا مسيحيين أو مسلمين في الأعياد وخاصة سبت النور. كل عام هناك اشتباكات مع الاحتلال حينما يقومون بالإغلاق والحد من الوصول إلى كنيسة القيامة، وفي كل مرة ننجح باختراق هذه الحواجز، لكن الأمر لا مقتصر على الشباب القادرين على المواجهة، لكن بالنسبة لكبار السن، بالنسبة للأطفال، هم فعلا محرومين. لكن هناك مثلا في أيام سبت النور هناك الزفة، وهذه الزفة هي مئات من شبان وخاصة شبان حارة النصارى يقومون بالهتاف ويخترقون هذه الحواجز، لكن لا مكان في مثل هذه الأجواء التي فيها كثير من الأحيان يكون اشتباك مع الاحتلال أن يكون مجال لكبار السن وللأطفال، فلذلك يبقوا محرومين من الوصول إلى كنيسة القيامة. Alhamdulillah, we come for Molid celebration in Palestine. Palestine is such a beautiful place. It's the most peaceful place on planet Earth I've ever come to. Wow, this is amazing atmosphere. Family, brothers, sisters, everyone getting together to celebrate Molid. I've never seen anything like this in my life. Never ever. I'm sure this microphone by this. Alhamdulillah, children here are beautiful. Everybody's happy, rejoicing on this special occasion. Everybody's got a smile on their face. People can't see that. It doesn't matter what's happening around them, everybody's happy and celebrating the special occasion, eating sweets, playing football, alhamdulillah, it's beautiful. جميل, alhamdulillah. كنيسة القيامة بتعطينا تعطي لكل إنسان أمل، لأنه الاسم كنيسة القيامة، ولكن هي موجود، الإشي الموجود داخل كنيسة القيامة هو القبر الفارغ اللي قام منه السيد المسيح وصعد إلى السماوات. هذا إيماننا اللي احنا بنؤمن به، إنه كل إنسان قائم، نحن قائمون مع السيد المسيح، هو مكمن من الأموات، انتصر على الموت، انتصر الخطيئة، ونحن معه قائمون. ولكن هذا الاحتفال اليوم هو احتفال إداءة شجرة
مرتبط بكنيسة المهد، بكنيسة أخرى اللي هي كنيسة المهد. كنيسة المهد من أقدم الكنائس الموجودة في العالم. كنيسة المهد كمان فيها كل إنسان مسيحي بيؤمن إن هو ولد في هذه الكنيسة، ولد في هذه المدينة، مدينة بيت لحم في هذه الكنيسة. فطبعا لها أهمية كبيرة جدا، ولكن هون أم الكنائس، هون القدس، هون العاصمة، هون العالم كله بده يكون في هذه المدينة المقدسة. القدس يجب أن تكون هي مثال وقدوة للتعايش السلمي بكل الديانات. القدس هي مدينة الله. جينا نعيدكم بالعيد، نسألكم ليش ما في عنا أعياد ولزيمة يا عالم؟ أرضي محروقة، أرضي حرية مسروقة، سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام، وين الشمس الحلوة والفوف الحمام يا عالم؟ أرضي محروقة، أرضي حرية مسروقة، أعطونا الطفولة، أعطونا الطفولة. بنت صغيرة فلسطينية لسه بعمر الورد، قلبي طيب وصافي ولا عم بأذي حد، بعرف بيتي وبعرف أرضي، المحلاهم حوالي شو ما بدي بلاقي حدي في المحبة والحنيني. إجا كم مجرم على بلدنا قتلوا بي وأخذوا خي، صار يقولوا أرض إنا صبرت فبكت عيني، بس روح ليشان شو سويت، ما في حد جواب علي، بس مكتوب على باب البيت من هنا مرة صهيوني. إجا بعديها وشفته بيشبه أمي حوالي، من قهرية الحجر مسكته ورميته وأنا مالي قوي. أول إشي اللهم صل على سيدنا محمد. نوجه رسالة لمين؟ للشعب الإسلامي. للشعب الإسلامي كل سنة وأنتم سالمين، والله يحمي الأقصى من العابثين جميعا بأمر الله تعالى. ونشكركم على هذه المقابلة يا شباب، يا شباب فلسطين. ربنا يصلحهم، ربنا يوفقهم على الخير ويقويهم لحرر الأقصى، لحرر الأقصى، ويزيح العارض عنا، ويصلحهم مع بعضهم، ويهدي بال أمة محمد كلية بجانب محمد وآل بيته. وألف شكر لكم يا سيدي، وبركة لكم، عام سالمين، ويعطيكم العافية. أنا بتمنى السنة الجاي إنه الأقصى يكون بخير، والقدس وكل فلسطين والغزة وغزة والضفة وكل العالم الإسلامي نتحد ونصير ناس واحدة وهوية واحدة، وأي واحد أي واحد من الشيشان من الهند يجي يصلي بالأقصى لأنه مسلم. نتمنى أن تكون المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف مملوء بالمصلين ومملوءا بالمسلمين، يأتون إليه ويحتفلون هنا في مسجد الأقصى المبارك، ويصلون في مسجد الأقصى المبارك، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال صلاة في المسجد الأقصى كألف صلاة. فينبغي علينا أن نشد الرحال إلى بيت المقدس لنصلي فيه، فإنه مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قد أما المرسلين والأنبياء فهو إمامهم وهو قائدهم صلى الله عليه وسلم، ومن هنا عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. فنصلي ونسلم ونبارك عليه وعلى آله وأصحابه، ونسأل الله تبارك وتعالى الفرج لنا وللمسلمين شرقا وغربا جنوبا وشمالا، وأن يحفظ لنا مسجد الأقصى وبيت المقدس الشريف، وأن يرحمنا ويرحم أمواتنا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين. يعني الرحمة للشهداء هؤلاء الأكرم منا جميعا، وأيضا الأسرى في سجون الاحتلال اللي نتمنى لهم الإفراج العاجل والجرحى بالشفاء العاجل. يعني هؤلاء قدموا أغلى ما يملكوا أرواحهم دفاعا عن أولى القبلتين وثلاث الحرمين الشريفين. دعني أقول لك الحقيقة، أمر مر أن خلال هذا الأسبوع يقتحم المسجد الأقصى المبارك من حاول نسف المسجد بالمتفجرات في العام 82، في حين أن الفلسطيني الذي دافع عن المسجد الأقصى المبارك ما زال حتى اللحظة في سجون الاحتلال. الأقصى فعلا بخطر، يحرم المسلمين، ما زالت قائمة المرابطات ممنوعات من دخول المسجد الأقصى المبارك.
ما زال هناك العشرات من شبابنا، هناك أوامر عسكرية إسرائيلية تمنعهم من دخول المسجد الأقصى المبارك، بعضهم يصل لمدة 6 شهور. مع ذلك نقول هاي لن رسالتنا للاحتلال، لن يتكرر ما حصل بالحرم الإبراهيمي في المسجد الأقصى المبارك. الشهداء الآن يطوفون حولنا في المكان، هم وصيتهم لنا أن نحافظ على أولى القبلتين وثلاث الحرمين الشريفين. واحد يصلي مستوفي. لازم الأقصى كل يوم يكون ملان، لما يكون فاضي بكون عن جد بتقهر، بتدخلي ما بتلاقيش إلا سواح، الصبح خصوصا ما بتلاقي إلا سواح أجانب أو يهود بيدخلوا فيه، هاي بتقهر كتير. الحمد لله إنه في أيام بتملى فيها الأقصى، وإن شاء الله كل أيام السنة. القدس هي معصرة التاريخ، مليان أسامي للقدس، فصعب جدا إن احنا كمان نوصف القدس. ولكن هذه المدينة زي ما قال دايما البابا يوحنا بولس الثاني، إذا ما صارش سلام في هذه المدينة مش ممكن يصير سلام في كل أنحاء العالم. من هون هي القدس مفتاح السلام ومفتاح كل الحروب. فأمنياتنا وتمنياتنا في هذا العام إن شاء الله يكون في سلام، إن يكون في تعايش، إن يكون هذه المدينة فعلا هي مثل وقدوة لكل تعايش لكل الديانات، إن إحنا الإنسان يقبل أخيه الإنسان. أنا مش ممكن أقول إن أنا بؤمن بأن الله غير ما أحب الإنسان، بحب قريب، بحب أي إنسان بتقابل معاه. فيجب أن يحترم الإنسان، يجب أن يحترم الآخر، يجب أن نقبل الآخر ونحترم الآخر ونحب الآخر ويكون في تعايش في هذه المدينة المقدسة. وكما تعرفون قبل أشهر قليلة أتى البطريرك المسكوني بارثولوماوس من تركيا، البطريرك المسكوني كما تعلمون وبوجود قداسة البابا من روما، وأتى وزراء مع البطارقة الآخرين لكنيسة القيامة، وتبارك من الجلجلة العظيمة والقبر المقدس، وتبارك من كنيسة القيامة، وكان جمهور كثير معهما بسبب هذه الزيارة التاريخية التي سبقت الزيارة أخرى من قبل قداسة البابا والبطارقة المسكوني قبل 50 عاما. نحن نقول أن العالم المسيحي ندعوه للمجيء إلى كنيسة القيامة والأماكن المقدسة المسيحية في القدس. الله يعيد علينا يا رب، والأقصى محرر يا الله، ويرتفع العلم على الفلسطيني على الأقصى يا رب، جاهد لبي يا الله يا رب، يحرر شبابنا ويشفي جرحانا وينصر شبابنا يا الله. اللي ضحوا الله يرجعهم يا رب، ويندفنوا في أراضيهم وفي دورهم بشرف وبكرامة وبعزة يا رب يا الله، وحرر الأقصى يا رب، الله يرحمهم، الله يعيد علينا، والأقصى محرر يا رب، والعلم مرفوع عليه يا الله.